اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اخرى من احداث غزوه احد تتبين منها جوانب اخرى لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال: كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أُحد ما مفاده اللهم اجعل لذوي قتل أُحد خير موالين. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكر تفصيل ذلك وقد سبق سبق ذكر ام معاذ رضي الله عنها المتقدمه في السن وضعف بصرها انها خرجت من المدينه في حب النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر تفصيل ذلك من قبل في الخطبة الماضية كما قلت يقول, يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بعد هذا البيان فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف مطيته ورأى العجوز عزاها, عزاها في مقتل ابنها ثم يقول رضي الله عنه أمعن النظر في هذه الأحداث وانظروا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بمواساة من أصيب بصدمة الحزن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعجوز: «استبشري وبشري أيضا الأخريات اللواتي قتل أقاربهن في القتال بأن الله تعالى قد جمع في الجنة كل من قتل من رجالنا في هذه المعركة». وكلهم قد دعوا الله تعالى أن يكون وليًا لذويهم، وبعد بيان ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضًا ما معناه، اللهم اجعل لذوي قتل أُحد خير موالين. يتبين من ذلك كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خواطر ذوي قتلى أُحد وواساهم قبل دخوله المدينة مع أنه صلى الله عليه وسلم كان جريحا بنفسه وقتل أقاربه الأعزاء إليه وكذلك أعز أعز أصحابه ولكنه مع ذلك ظل يجبر خواطر أهل المدينة على كل خطوة دون أن يشعر بأدنى أذى كان قد أصابه ما كان لأحد سواه صلى الله عليه وسلم أن يواسي الآخرين في حال إصابته بهذا القدر من الأذى والآلام والمصائب والحق أن عامة, أن عامة الناس لا يستسيغون حتى الكلام مع الآخرين في مثل هذه الأوضاع ناهيك عن الكلام الزاخر بالمواساة، وقد ورد ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأرملة شهيد شهيد ومفاده: أدعو الله تعالى أن ييسر لك شخصا أكثر عناية بك من زوجك. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في بيان تفصيل ذلك: إن غزوة أحد كانت مليئة بالمخاطر والمصاعب، وقد سبق أن شن على النبي صلى الله عليه وسلم لاغتياله هجوم لاغتياله، وفي غزوة أحد لم يشن الهجوم فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كسرت بعض أسنانه، ولم يصاب صلى الله عليه وسلم بالجروح فقط، بل أغمي عليه أيضا حتى مر العدو من فوق جسده الشريف وأجسده وأجساد أصحابه واطئا إياها تحت الأقدام وهذا كان أول حادث من نوعه في حياته الطاهرة ولكننا نرى في, غز في هذه الغزوة أيضا كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسوة عزيمة عالية وأخلاق سامية وكيف واسى الناس وجبر خواطرهم يتبين من أحداث هذه المعركة مدى ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم على قمة الأخلاق السامية كذلك تتبين تضحيات الصحابة عظيمة النظير يتابع المصلح المعود رضي الله عنه قائلا أنا بصدد, أن أنا بصدد بيان أحداث ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فيه إلى المدينة بعد انتهاء المعركة وإن نساء المدينة اللواتي كنا قد سمعنا خبر استشهاده خرجنا لاستقباله على مسافة على مسافة من المدينة وكان وكانت من بينهن زينب ابنة جحش أخت زوجته في هذا المقام أريد أن أوضح شيئا وهو أن ما ورد هنا في تأليف المصلح المعود رضي الله عنه الأنوار العلوم أنوار العلوم أو كما كتب الناسخ هو سهوا لأن زينب بن جحش كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة أما أخت, النب... أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فكان اسمها حمنا بن جحش وهي زوجة مصعب بن عمير رضي الله عنه فحيثما وقع سهو في كتابة الأسماء سأصححه تباعا وكان قد استشهد ثلاثة من أقرب أقربائها في هذه الغزوة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبي فقيدا لك هذا تعبير عربي يعني أنني أخبرك أن أحد أحبائك قد قتل سألت حمنا بن جحش أي فقيد أحتسبه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قتل خالك حمزة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت رفع الله درجاته ما أروع ما لقيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبي فقيدا آخر فسألت حنة من أحتسبه يا ر... أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل أخوك عبد الله بن جحش فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت الحمد لله ما أروع ما لقيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنة احتسبي فقيدا آخر فسألت من أحتسبه يا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قتل زوجك فسالت عيناها بالدموع وقالت وحزناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء فلما أخبرتها باستشهاد خالها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ولما أخبرتها عن استشهاد أخيها قالت أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن لما أخبرتها عن استشهاد زوجها تنهدت تنهيدة عميقة وقالت وحزناه ولم تتمالك دموعها دموعها وأبدت حزنها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة في مثلي ها مثلي ها مثل مثل هذا في مثل هذا الوقت تنسى اعز اعز اقاربها فتنسى الذين تربطها بهم علاقه الدم الا انها لا تستطيع ان تنسى زوجها المحب ثم سال صلى الله عليه وسلم حنته لماذا قلت واسفاه عند سماعك عند سماعك خبر وفاه زوجك قالت يا رسول الله تذكرت يتم او يتمى اولاده فمن سيعتني بهم بعدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى ان يبدلك خيرا منه رعايه لاطفالك فكانت نتيجه دعائه صلى الله عليه وسلم ان تزوجت حنا من طلحه فولدت منه محمد بن طلحه وورد في كتب التاريخ ان طلحه لم يكن يحب ابنه محمدا حب حبه لأولاد حنة من زوجها الأول وكان الناس يقولون ليس أفضل من طلحة رعاية لأولاد, لأولاد الآخرين وكان ذلك نتيجة 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 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حضرته رضي الله عنه هذه الواقعة نفسها بصورة أخرى حيث قال: ولما عطف النبي صلى الله عليه وسلم على حمنة بنت جحش، قال: انظروا إلى قرب المرأة من زوجها المحب. أراد بذلك أن يحسن الرجال إلى النساء، ولا يضربوهن أو يعاقبوهن على أمور تافهة، متذعرين بأنهم يتمتعون بصلاحية لضربهن، وهذا ما يحدث اليوم أيضا، بل ينبغي الإحسان إليهن. قال حضرته رضي الله عنه وعندما تعيش النساء مع الرجال بعد انفصالهن عن أحبائهن وأقاربهن فمن مقتضى العدل هو احترامهن وإكرامهن وعدم الخصام معهن على أتفه الأمور فمن ناحية فرحت حنا بن جحش بقوله صلى الله عليه وسلم ومن ناحية أخرى نصح صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء إن كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل درسا ولا يدركه الإنسان إلا عندما يستمع إليه ويتدبر فيه، وعندئذ يدرك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجها إلى الشخص المخاطب فحسب، بل كان يحمل في طيه نصيحة عامة تخص الجميع. ثم ذكر المصلح المعود رضي الله عنه عن جانبي جانب 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 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بمراعاته لمشاعر الآخرين واحترامه لعواطفهم فقال صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان منهكا بسبب الجروح التي أصيب بها فقد ساعده الصحابة في نزوله من مطيته وكان قد حان وقت صلاة المغرب فصلى المغرب ودخل بيته وكان قد بلغ نساء المدينة خبر استشهاد ذويهن في أحد فتصاعد فتصاعدت أصوات بكائهن فلما سمعها صلى الله عليه وسلم شعر بألم المسلمين وغرورقت عيناه ثم قال لكن, لكن حمزة لا بواكي له أي استشهد ابن عم أي استشهد بن عمي حمزة أيضا ولكن لا بواكي له فلما سمع ذلك الصحابة الذي كانوا دائما الذين كانوا دائما يلتاعون لتحقيق مشاعره ورغباته وكانوا يسعون جاهدين بألا يبقى رغبة من رغباته صلى الله عليه وسلم دون تحققها فسارعوا إلى بيوتهم وقالوا لنسائهم كفى بكاء على ذاويكن وعليكن التوجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم والبكاء على حمزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرهقا فنام خلال هذه المدة فأذن فأذن بلال للعشاء ولكنه لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه تعب فلما مضى ثلث الليل أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النائحات اللواتي لم يزلنا يبكينا في بيته على حمزة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ماذا يحدث هنا قيل له إن نساء المدينة يبكين على وفاة حمزة فقال رحم الله نساء المدينة لمواسات لمواساتهن لي ثم قال كنت أعرف مسبقا أن الأنصار من أشد الناس حبا لي ثم قال إن النياح بهذا الشكل مكروه عند الله تعالى قال الصحابة يا رسول الله هذه عادة قومنا ولا يمكن أن تبرد مشاعرنا إذا لم نبكي بهذه الطريقة قال صلى الله عليه وسلم لا أمنع من البكاء ولكن يجب أن تبلغ النساء بألا يضربن وجوههن ولا ينطفن شعورهن وكنا يبكينا نائحات ويضربنا أنفسهن وينطفنا شعورهن ويلطمنا خدودهن ويمزقنا ثيابهن ولكن إذا غلبنا غلبهن البكاء بشكل عفوي فلا بأس في بكائهن تتجلى من هذه الأمور رفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية بحيث رغم تعرضه للجروح والآلام كان مهتما بشده باحترام مشاعر الاخرين وعواطفهم ثم يذكر حضرته رضي الله عنه هذه الواقعه من زاويه اخرى كما يلي عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم نساء المدينه يبكين على موتاهن خطر بباله انه ربما يظن المهاجرون واقارب حمزه وحمزه انه ليس لهم احد من البواكي هنا ومراعاة لمشاعرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بواكية لحمزة اليوم ثم لما أخذت نساء المدينة يبكين على حمزة نائحات نهاهن قائلا بأنه لا يجوز البكاء على هذا النحو ويتضح ويتضح منه انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يريد النياحه على حمزه لما منع منه لاحقا فلما ابدا اسفه على عدم توفر البواكي على حمزه كان دافعه هو المواساه فحسب فلما منع البواكي كان دافعه المواساه ايضا لانه من ناحيه منعهن من البكاء والنياح ومن ناحيه قال بانهن ابدين مواساتهن لي ثم قال بأنني كنت أعرف مسبقا أن الأنصار أشد أشد مواساة لي وكان يقصد من ذلك ألا يستاء من منعه لهم فقد منعهم من البكاء وشكر لهم أيضا فما أروع طريق طريق اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الحساس فلا يمكن لأحد أن يقدم مثل هذه الأسوة ولا سيما إذا كان من قتل له أعزاؤه وأقاربه وهو بنفسه يكون مصابا بالجروح وكانت أخطار الحرب الأخرى تلوح له في المستقبل القريب. ورد في كتب التاريخ ذكر الصحابة الذين أدت سيوفهم حقها كما يلي لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية. فوالله لقد صدقني اليوم وناولها علي سيفه فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه وقد جرى على لسانه نفس تلك الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فوالله لقد صدقني اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن كنت صدقت اليوم القتال فقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو ججانة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن كنت أجدت الضرب بسيفك فقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصم أيضا يقول سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه لقد ورد في كتب التاريخ أن سيدنا عليا حين عاد من أحد سلم سيفه للسيدة فاطمة وقال لها اغسليه فقد عمل اليوم عملا عظيما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قوله فقال له يا علي لم يعمل سيفك انت وحدك بل هناك اخوه لقد احرزت احرزت سيوفهم ايضا انجازات ثم ذكر سته او سبعه من الصحابه وقال ان سيوفهم لم تكن اقل من سيفك باختصار لم يحتمل صلى الله عليه وسلم ان يقول صهره كلاما يجرح قلوب الصحابة الآخرين. من هنا يتبين أن حضرته كان ينظر إلى أصغر الأمور فرغم أن ما جرى في المعركة كان حدثا عظيما من حيث آثارها الدائمة حيث كان الناس يخشون بعدها أن العدو سيتشجع وأنه ما الذي سيحدث بعدها. ففي مثل هذه الاوضاع فإن الانسان عادة لا ينتبه الى الى امور صغيره لكن حضرته صلى الله عليه وسلم ابدى المواساة والتعاطف مع الجميع هنا تنتهي احداث معركة احد والان اتناول ذكر غزوة غزوة اخرى قد سميت حمراء الاسد وحدثت في شوال من العام الثالث للهجره فهي في الحقيقة جزء من أحد وتتم لها ونظرا للنتائج التي ظهرت لغزوة حمراء الأسد يعد المسلمون حصرا منتصرين في الحقيقة في غزوة أحد حمراء الأسد موضع موضع على يمين الطريق من المدينة إلى ذي الحليفة على بعد ثمانية أميال منها فما الذي دفع الى اندلاع غزوه حمراء الاسد لقد ورد عن ذلك بعد انتهاء غزوه احد عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه مساء ورغم اصابته بجروح بالغه جاء الى المسجد لاداء صلاه المغرب متكئا على أكتاف الصحابة وكذلك جاء إلى المسجد لأداء صلاة العشاء أيضاً. وصحيح أنه صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بيته بعد العشاء لكن يبدو أن حضرته بات الليلة كلها ساهراً لأنه كان يخشى أن يهاجم, يهاجم أبو سفيان المدينة مع جيشه. ولذلك كانت في المدينة حالة من الطوارئ. كما كان هناك حرس طول الليل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حضرته صلى الله عليه وسلم قد ارسل البعض لاستطلاع خطه ابي سفيان اذا كان يستعد للهجوم على المدينه ام لا فوصله التقرير المبدئي انه يعود بسرعه مع الجيش الى مكه لكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يغفل عنه ثم ثبت اخيرا ان خوفه صلى الله عليه وسلم كان في محله حيث بلغه الخبر قبل نهايه الليل ان ابا سفيان مستعد تماما للغاره على المدينه مع جيشه وسبب ذلك أن المشركين كلما قابلهم شخص في طريقهم إلى المدينة عيرهم إنكم لم تقتلوا محمدا ولم تأسروا نساء المسلمين ولا رجالهم ولم تجمعوا الغنائم ولا الأموال فعن أي انتصار فعن أي انتصار تتكلمون وقد سمعوا هذه المطاعن أثناء قطعهم أربعة وسبعين كيلو مترا وعند البعض خمس خمسة وخمسين كيلو متراً ونزلوا في موضع الروحة فبدأوا يتناقشون أن الأمر صحيح إذ ليس معنا أي أي أسير ولا غنائم فالوضع بئيس جدا لذا يجب أن نعود ونشن الغارة على المدينة لكن أحد السادة في الجيش وهو صفوان بن أمية حذرهم من ذلك وقال لا يخطرن ببالكم الهجوم على المدينة وإلا ستواجهون فشلا ذريعا لكن أبا سفيان وغالبية أصحابه قرروا الهجوم على المدينة وإلا فبأي وجه سيدخلون مكة كان التشاور حول هذا الأمر مستمرا في جيش أبي سفيان إذ أذن سيدنا بلال لصلاة الفجر وجلس ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك جاء عبد الله بن عمرو بن عوف المزني يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خرج صلى الله عليه وسلم اخبره انه قادم من اهله ، وانه في الطريق مر بجيش ابي سفيان فسمعه واصحابه يقولون فيما بينهم انكم لم تنجزوا شيئا انكم لم تؤذوا المسلمين ولم تلحقوا بالمسلمين اي الم. وتركتموهم ولم تقضوا عليهم فقال الكفار إن في هؤلاء المسلمين أناسا عظاما كثيرين سيجتمعون لقتالكم فارجعوا حتى نتمكن من قطع دابر من بقي منهم فجعل صفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك ويقول يا قوم لا تفعلوا ذلك فهم قد قاتلوا وأخشى أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج فارجعوا لانكم قد حققتم النصر لانني اخشى ان تواجهوا الهزيمه اذا ذهبتم اليهم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا قال ان صفوان ليس حكيما ولكن كلامه هذا اي منعه لابي سفيان من الغاره على المدينه ينمو عن, ينم عن حكمة كبيرة وفي الوقت نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل جلال: والذي نفسي بيده اذا شنوا الهجوم على المدينة فقد سومت الحجارة التي ستنزل عليهم كالمطر وسيتم مسح اثرهم ويصبحون حديث حديث الماضي. وتفصيل ذلك سأنت سأتناوله في المستقبل إن شاء الله والآن أود أن أقول لكم كالمعتاد أن استمروا في الدعاء فكما كان يظن ويخشى قد شنت إسرائيل الهجوم على إيران مباشرة وهذا ما يعرفه الجميع والأوضاع ستتأزم أكثر أسأل الله تعالى أن يهب قادة العالم الذين يسعون أكثر لأن تندلع الحرب العالمية العقلة. ويرزق ابناء الامه الاسلاميه ايضا العقل والرشده ويوفقهم لان يتوحدوا لمواجهه خصمهم بحكمه الان اود ان اذكر مرحومين احدهما المكرم مولانا غلام احمد نسيم الداعيه الاسلامي الاحمدي كان يقيم في الولايات المتحده الامريكيه حاليا وعمل أستاذا في الجامعة الأحمدية في بربوة سابقا فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز ثلاثا سنة إنا لله وإنا إليه راجعون اسم والده السيد مير صلاح محمد الذي كان قد بدأ البحث عن الإمام المهدي إثر رؤيته آية الخسوف والكسوف واستغرق ذلك عدة سنوات وفي عام 1901 تشرف بالبيعة ولم يستطع الوصول الى قاديان لبعد سكنه كثيرا من قاديان وكان منخرطا في نظام الوصيه ولقى معارضه شديده بسبب قبوله الاحمديه كانت عائلته هي العائله الاحمديه الوحيده في القريه كتب امير غلام احمد نسيم اثناء دراسته رساله يطلب فيها قبول وقف حياته لخدمه الاسلام في عام 1947 فتلقى الرد بالقبول وامر بمواصله دراسته ثم في عام 1948 بدا دراسته في المدرسه الاحمديه في احمد نجر وذلك بعد انقسام الهند وحاز شهاده مولوي فاضل عام 1954 ثم نال شهاده شهاده الشاهد من جامعه المبشرين وفي عام 1957 خاض ميدان العمل ثم اوفد الى سيراليون في عام 1960 وظل يخدم هنالك ثلاثه اعوام كداعيه وايضا كناظر للمدرسه الاحمديه ولما عاد إلى باكستان عمل في الجامعة الأحمدية كمدير لل... لمكتبة الجامعة كما كان يدرس الطلاب عند يدرس الطلاب عند غياب أستاذ بسبب إجازة وفي هذه الفترة نال شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة بنجاب في عام 1966 أوفد إلى غايانا كداعية وظل يخدم هناك أربع سنوات وربع ثم رجع إلى المركز في عام 1970 حيث عمل في الجامعة الأحمدية أستاذا وكان يعلم الطلاب الأجانب خاصة ما بين 1970 إلى 1975 ثم خدم الجماعة كداعية في زام... زامبيا بافريقيا من عام 1975 الى عام 1979 ثم ظل يقدم خدماته في الجامعة الاحمدية كأستاذ التاريخ والتصوف ما بين 1980 الى 1997 ورد في سوانح حياته انه خدم احد عشر سنة إحدى عشر سنة كداعية في سيراليون وغايانا وزامبيا بعيدا عن أهله في هذه الفترة كلها وقد ذكر حضرة الخليفة الرابع رحمه الله في أحد خطبات خطباته زوجة المرحوم وتضحياتهما للجماعة كانت زوجته السيدة أمة المنان كنول قد عملت سابقا ناظرة مدرسة فضل عمر للبنات في ربوة رزقها الله بأولاد وهم سباقون في خدمة الجماعة وكلهم مثقفون إحدى بناتهما هي الدكتورة أمة الشكور زوجة الدكتور عبد الحفيظ وهي مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد خدمت كطبيبة لمدة عشر عاما في جامبيا وتنزانيا تحت مشروع نصرة جهان وللمرحوم أعمال علمية أيضا حيث كتب ثلاثة كتب والكتاب الأول هو بعنوان قاموس الرؤيا وهو كتاب في تعبير الرؤيا بحسب بحسب الحروف الأبجدية والكتاب الثاني هو التصوف العلم الروحاني والكتاب الثالث هو ذكريات الأيام وقد ذكر فيه أحوال وسوانح, حي... وسوانح حياته ، لقد كتب السيد إنعام الحق كوثر الداعية المسؤول بأستراليا ، كان المرحوم يعلم... يعلم تلاميذه بمنتهى التواضع وكان يعتني بهم ، ذهبت ذات مرة لجولة في غايانا البريطانية وزرت هنالك ثلاثا أو أربعا من القرى التي تأسست بها فروع جماعتنا على يده فألفيت الجميع يذكر المرحوم ذكرا حسنا وكانوا يحتفظون بصورته عندهم لقد وفقه الله تعالى لتأسيس جماعة قوية في غايانا البريطانية وكتب السيد لائق مشتاق داعية الجماعة ب سورينام قام أمير غلام أحمد نسيم بثلاث جولات لسورينام في أثناء إقامته في غايانا ما بين ما بين 1967 و 1969 ومكث في سورينام لأسابيع وقام بتنشيط الجماعة هنا ثانية في تلك الأيام كان معظم الأحمديين قد انفصلوا عن نظام الجماعة لبعض الأسباب وكان هناك حفنة من الأحمديين وكانوا أيضا منقطعين عن المركز في تلك الظروف جاء مولانا غلام أحمد نسيم إلى سوري نام في من غايانا وأقام أول اجتماع للجماعة في خمس عشر سبتمبر عام 1967 حضره ست أفراد عاهدوا على إنشاء صلة غير منفصمة مع الجماعة وفي تلك الأيام كان الشيخ مولوي شاه أحمد نوراني قد جاء من باكستان إلى سورينام وكان يلقي هنا وهناك الخطبة ضد, ضد الجماعة فعقد مولانا نسيم أحمد اجتماعات عدة للرد على تهم الشيخ نوراني كما قدم في الإذاعة ثلاثة برامج حول صدق سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخلال جولته الثانية وضع في شهر مايو عام 1968 الأساسة لمركز الجماعة بجوار المسجد الذي كان قيد البناء وقد اكتمل بناؤه في بضع سنين كما تحدى للمناظرة كل من إمام الجماعة اللاهورية السيد عبد الرحيم جغو وإمام الجماعة السنية كما نشر مناشير عديدة حول صدق سيدنا المسيح محمود عليه السلام في أثناء مجلس سؤال وجواب عقده المرحوم في بيت أحد الأحمديين في 21 يونيو عام 1968 شن بعض الأشرار من المسلمين الهجوم على أبناء الجماعة وكانت طاولة المنصة موضوعة أمام باب إحدى الغرف فدفع الأحمديون الجالسون على يمين وشمال المرحوم إلى داخل الغرفة وأغلقوا بابها من الخارج وظل المهاجمون يوسعون الأحمديين ضربا يوسعون الأحمديين ضربا وألقوا عليهم الكراسي الخشبية وقد أصيبت في هذه الحادثة سيدات الجماعة أيضا إلى جانب الرجال إصابات بالغة ولم يبرح مولانا غلام أحمد نسيم يصرخ من داخل الغرفة أن أخرجونني أن أخرجوني لأنني أيضا أريد التصدي لهؤلاء الأشجار أشرار كان شجاعا جدا أخذ هؤلاء الأشجار معهم حقيبة حقيبة حقيبه يد المرحوم فيها جواز سفره وبعض المستندات الاخرى فتمكن البوليس من استردادها منهم بعد عده ايام بعد هذه الحادثه تواصل المرحوم مع الشرطه والمسؤولين الاخرين بكثافه سعيا منه لحمايه ابناء الجماعه حمايه مؤكده كما القى المرحوم محاضره بعنوان الاسلام والتحديات المعاصره في المركز الثقافي وحث ابناء الجماعه على توثيق صلتهم بالمركز بلا انقطاع ونتيجة نتيجة لجهوده الجبارة فإن جماعتنا المبعثرة هذه قامت هنالك على أقدامها ثانية ثم ظل الدعاة الموفدون إلى هنالك يعملون على تقويتها أكثر فأكثر وهي الآن جماعة قوية بفضل الله تعالى رفع الله تعالى درجات المرحوم ووفق أولاده وأجياله لمواصلة حسناته والذكر الثاني هو للدكتور إحسان الله ظفر أمير جماعتنا في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا حيث توفي مؤخرا عن عمر يناهز واحد وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان موصيا بفضل الله تعالى لقد وفقه الله تعالى للخدمة كنائب أمير الجماعة بالولايات المتحدة لفترة طويلة ثم أميرا لها من عام الفين وإثنان إلى عام الفين وستة عشر كان المرحوم صاحب شمائل حميدة كثيرة وإنسانا محبا ومشفقا ورحب الصدر جدا. ترك وراءه بنتين أما زوجته فتوفيت قبل بضع سنوات في حادث سير مع ابنها أيضا. فتحمل المرحوم هذه الصدمات بمنتهى الصبر والهمة ولم ينبس بنت شفة شاكيا على ذلك أبدا. قالت ابنة المرحوم الدكتورة فرحانة مريم: "كان والدي عظيم عظيم الصلاح والتدين، بالإضافة إلى مواظبته على الصلاة وتلاوة القرآن وأداء التبرعات بانتظام، كان يسعى دوما لتقوية صلته بالله تعالى أكثر فأكثر". كان في اليوم الواحد يدعو الله تعالى عدة مرات رافعا يديه منفردا أو في المجلس. دون ان يفكر ماذا سيفكر الاخرون عنه رغم صعوبات الحياة كان يعلم اولاده انه يجب علينا ان نشكر الله في كل حال وتقول ابنته هذه ايضا كان والدي محبا مخلصا وفدائيا للخلافة كان غزير العلم في الدين والتاريخ والسياسة حتى في اليوم الذي ذهب فيه الى المشفى اخر مره طالع الجريده واستمع لخطبه الجمعه للخليفه وشاهد حوارات الخليفه عن التاريخ ونصحني ايضا بمشاهدتها كان لا يقدم على علمه ولا رايه على ال... كان لا يقدم علمه ولا رايه على اراء الاخرين بل كان يستمع لارائهم ويتدبرها ويزنها كان عميق العلم بالقرآن الكريم وترجمة معانيه والى جانب إخبارنا بمعاني كلمات القرآن الكريم كان يخبرنا أيضًا عن تأثير هذه التعاليم في حياتنا ويظهر في حياته الشخصية جانب الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا وكذلك كان يشكر الله أيضًا تقول في احد الايام بدأ يدعو اثناء اكل الطعام واخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا في بعض الاحيان ينقصهم الطعام حتى انهم كانوا ياكلون التمر والخبز المنغمس في الخل ومع ان لدينا الكثير فاننا نطلع الى المزيد يجب ان نكون من الشاكرين وكان لديه شغف كبير بمساعدة المحتاجين وفي عام 1997 وجد فرصة فرصة الذهاب إلى مكة وفي الطريق رأى رجلاً لا يتكلم بفمه إلا إلا أن عينيه تعبران عن حاجته للمساعدة وعن الجوع تقول والدي أعطى هذا الرجل بعض المال الذي كان لديه فشكره هذا الرجل بعينيه وانطلق إلى كشك الطعام وتقول اشترى قبل بضعة بضع سنوات ثلاث سجادات تركية وجاء بها إلى البيت وعندما رأت والدتي ذلك قالت إنك اشتريت أشياء باهظة الثمن رغم أننا لم نكن بحاجة إليها فقال هذه المرأة التي باعتني إياها كان مصدر دخلها هذا الشيء فقط فأردت مساعدتها بعد أن رأيت تعبها كان دائما ينظر إلى مميزات إلى ميزات الآخرين وليس إلى أخطائهم كما كان ينصح أولاده بعدم الذعر في مواجهة الصعوبات بعدم الذعر في مواجهة الصعوبات وينبغي للمرء دائما أن يطلب من الله تعالى من الله عز وجل كل شيء وأن يرضى بما أعطاه الله تقول كان يوصينا جميعا بذلك مرارا وتكرارا كتب عنه الدكتور نسيم رحمة الله اعمل مع الدكتور احسان الله ظفر منذ 1989 واشهد انه كان شخصا صالحا وتقيا جدا كان يكن حبا عميقا وكبيرا للخلافه يقول الدكتور مبشر ممتاز من امريكا كان يعطي المسؤولين تعليمات بلهجه هادئه للغايه واذا لم يوافق على اقتراح ما قدم حجه ضده ووضح الامر ولم يكن يفرض أمره بالجبر والإكراه حتى عندما كان يتحدث بجدية لم يكن يستخدم لهجة قاسية وإذا أفهم أمرا دخل أعماق القلب كتب ميرزا إحسان أنني وجدت فرصة العمل مع السيد إحسان الله ظفر لفترة طويلة ورأيته يسعى كونه أمير الجماعة لإنشاء علاقة قوية بين أفراد الجماعة وبين الخلافة ونظام الجماعة لقد كان إنسانا بسيطا ومواسيا ومحبا للسلام ومتعاطفا مع الفقراء وبعيد-وبعيدا عن التكلف والتصنع وخاليا تماما من البخل والجشع وكان ينفق للجماعة والفقراء بكل سخاء وكان ينهمك في قراءة تفسير القرآن وكتب المسيح الموعود عليه السلام لقد كان خاليا تماما من التكبر والعجب وكان يشعر بقلق شديد إذا أبدى الخليفة أدنى استياء، ولقد شهدت ذلك بنفسي. كلما كتبت له شيئًا بسيطًا عنه، كان دائمًا يعبر عن قلقه الشديد، ويعتذر على الفور، ويحاول تصحيح الأمور. كان مغرمًا جدًا بالكتب، وتحتوي مكتبته الشخصية على كتب نادرة تثير الدهشة. كان يحب القران الكريم جدا كان دائما يتامل في ايات القران الكريم في اي مجلس او مكان كان وكان مجلسه نزيها من اي تكلف يجذب الجميع اليه لم يطلب كامير الجماعه اي بروتوكول لنفسه لقد كان رجلا بسيطا جدا كتب السيد ظهير باجوا أخبرني أحد الأصدقاء أن الدكتور إحسان الله كان يأتي إلى المسجد بمفرده بصمت وينظف المسجد والمراحيد عندما لا يكون هناك أحد وعندما سئل عن سبب ذلك قال هكذا أجد فرصة لتطهير روحي لقد كان متواضعا جدا ثم كتب كان الدكتور نموذجا في حبه لله وفي ادراكه لمكانة النبي صل... الكريم صلى الله عليه وسلم وحبه للمسيح الموعود عليه السلام واخلاصه للخلفاء واما حبه للقران الكريم فلا يوصف بالكلمات قال كلما جلسنا في السياره معا كان يشغل يشغل قرصا مضغوطا للقران الكريم وكانت قناه ام تي شغاله دائما في منزله وكلما جاء مسجد بيت الرحمن شغل دائما ام تي او تلاوه القران الكريم توجد مصاحف وتفاسير في كل مكان في منزله ويوجد عدد كبير من الكتب في الخزائن في كل غرفة تقريبا لم يكتفي باقتناء الكتب فقط بل كان يقرأها ايضا بانتظام عندما كان الدكتور يدرس في ربوة ارادت والدته ان يلتقي الدكتور يوميا بحضرة ميرزا بشير احمد رضي الله عنه ويلتقي بحضرة مولانا غلام رسول راجيكي رضي الله عنه ويطلب منه الدعاء يقول الدكتور كنت اسعى لذلك قدر المستطاع وكان لهؤلاء الصلحاء دخل كبير في نجاحي في مجال التعليم ومجال التربيه كان يحب الجميع ولكن الحب الخاص الذي رأيته في عينيه للفقراء الاحمديين لا يمكن وصفه بالكلمات لم يكن يستطيع ان يسيء الظن بأحد لكن الأحمديين الأثرياء الذين ما كانوا يتقدمون للتضحية من أجل الجماعة الأحمدية كان الدكتور يشعر بعدم الارتياح لهم في قلبه وكان يعبر عنه أحيانا وكانت لديه رغبة قوية في أن يفهم كل أحمد المقام الحقيقي للمسيح الموعود عليه السلام لقد كانت رغبته أن نفهم رسالة المسيح الموعود عليه السلام ونتبناها وننشرها ولهذا كان يفكر في طرق جديدة ويكتب لي احياناً وكان ايضاً مهتماً جداً ببناء المساجد تم بناء العديد من المساجد في عهده وكان ايمانه بالدعاء راسخاً جداً ذات مرة في اجتماع الهيئة الادارية قال احدهم شيئاً يبدو انه ينتقص من عظمة الدعاء قال انني لم اره قط غاضباً في اجتماع الهيئة الادارية كما كان في هذه المناسبة كان يعيش حياه بسيطه جدا وإن, وان كانت لديه رغبه في شيء فهي في بناء المساجد كان يقبل كل امر لكن اذا قيل له بعدم بناء مسجد فكان لا يقبل ذلك بتاتا وطالما كانت صحته جيده كان ينظف بيت النصر في ولينغ برو كل يوم خميس وفقه الله تعالى للاستباق في التضحيه الماليه دائما كتب ميرزا مغفور احمد وهو امير الجماعة الامريكية حاليا ان الدكتور احسان الله ظفر وفقه الله لخدمة الجماعة لفترة طويلة في البداية كنائب الامير ثم كامير الجماعة الاحمدية الامريكية واثناء زيارتي لامريكا كان هو امير الجماعة وقمت بثلاث زيارات الى امريكا وقام بالامور الادارية والترتيبات لهذه الزيارات بوجه حسن قال ان كانت حركته اصبحت محدودة جدا بسبب المرض لسنوات عديدة لكنه استمر في أداء مسؤوليات الإمارة كلها بمرح وكانت معظم أقواله تدور حول المسيح الموعود عليه السلام وعندما كان يتحدث كان حديثه عن المسيح الموعود عليه السلام وكان يذكر فيه مراجع كتبه عليه السلام وكانت له صلة خاصة مع حضرته عليه السلام وكان يكن, يكن علاقة قوية وعلاقة الطاعة للغاية مع الخلافة ثم يكتب لي أمير الجماعة الحالي في أمريكا كل التعليمات التي كانت تأتي من حضرتكم كان يسعى لإيصالها إلى الجماعة على الفور ولكنني رأيت أيضا كما قلت كانت طاعته للخليفة مثالية وكان يترك رأيه برحابة الصدر ندعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويحمي بناته ويوفقهن لمواصلة أعماله الصالحة. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل واللسان ويتائذ ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذووه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر